أكد مدير بلدية تكريت المهندس أنس فلاح الفراس تواصل الأعمال الخدمية في عموم أحياء المدينة وبجهود استثنائية من خلال رفع نفايات وحتى ساعات متأخرة، إضافة إلى أعداد خطة لتأهيل شوارع حي الزهور وتطوير عمل باقي أقسام المديرية. تتواصل كوادر مديرية بلدية تكريت بتقديم خدماتها لمواطننا الكريم. بلدية تكريت وضعت خطة استثنائية لرفع النفايات والأنقاض في فترة عيد الأضحى المبارك والفترة التي تسبقه ابتداء من هذا اليوم. كان هنالك جهد استثنائي على مدار اليوم من الساعات الأولى للنهار وحتى نهاية ساعات المساء، أعمال متواصلة إن شاء الله. أعمالنا في المجالات الأخرى ومن ضمنها شعبة الحدائق والمتنزهات تعمل على قدم وساق لتأهيل جميع الحدائق والمتنزهات في مديرية بلدية تكريت. أيضا هنالك خطة تسيير وفق ما ينبغي وتنفيذها أيضا عبر مراحل في الأيام القادمة إن شاء الله. لدينا أيضا متابعة لمشروع تأهيل شوارع داخلية في منطقة الزهور. المشروع منفذ من قبل البنك الدولي ومحال إلى إحدى شركات المقاولات، وبإشراف من مديرية بلدية تكريت شكلنا دائرة مهندس مقيم ومتابعة من قبلي أنا شخصيا. أجرينا المرحلة الأولى وهي مرحلة المسوحات الهندسية. الآن إن شاء الله جاري الإعداد للمباشرة فعليا على أرض الواقع مع معالجة عدد من التجاوزات التي قام بها بعض من المواطنين في تلك المنطقة. أعمالنا الأخرى أيضا مستمرة وتشمل إنشاء متنزه في منطقة الديوم المتنزه محال من محافظة صلاح الدين لأحد المقاولين. أيضا المشروع متابع من قبلنا، المباشرة به تمت بالأيام السابقة. وهنالك أيضا ساحة لألعاب الأطفال في منطقة الديوم تنفذها بلدية تكريت والعمل بها إن شاء الله جاري ومستمر. هناك ايضا مخاطبات وتواصل مع محافظة صلاح الدين، السيد المحافظ متابع ومطلع على احتياجات بلدية تكريت واحتياجات المواطن فيما يخص تبليط او منطقة الديوم. هنالك مشروع مقار ومحال، ولكن الأزمة المالية اللي يمر بها بلدنا حالت دون ان يستمر المشروع ان اجراءاتنا وان تواصلنا مع محافظة صلاح الدين لتسهيل هذه الأمور وإنهاء العقبات إن شاء الله لإتمام المباشرة بهذا المشروع. ووعدونا حقيقة محافظة صلاح الدين وعدونا خيرا في هذا الأمر. وأعمالنا الأخرى مستمرة ومن ضمنها أنه مديريتنا وحسب ما نصت عليه مقررات خلية الأزمة فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين الكرام وفق الآلية الخاصة التي تتضمن الحفاظ على سلامة المواطن أولا والحفاظ على سلامة الموظف واستخدام إجراءات السلامة لحماية مواطننا من شر الوباء وباء كورونا، وبنفس الوقت تضمن استمرار انسيابية العمل وتقديم الخدمة لمواطننا الكريم في عموم قضاء تكريت إن شاء الله.